كنت مذيعه ومذيعه ليا كذا سنه، ومع ذلك كنت بتعلم، بقعد اتعلم منه. بدل ما هيطلع استاذ مفيد فوزي لازم اقعد استنى اشوف، لانه لازم هيقول حاجه مختلفه. ما اعرفش ليه احنا كل ما بنطلع نقدم حاجه او كده بيبقى في انبهار، فين الاعلام ده، فين اللغه دي، فين الاداء ده. يبدو انه ما فيش اهتمام باللغه، ما فيش اهتمام بالحوار، بيتقال لهم في الاير بيس على طول، فما فيش اهتمام باعداد الحوار. استاذ سوير برحب بيكي معايا في وان تيك النهارده. احنا موجودين في تكريم وذكرى رحيل الاعلامي مفيد فوزي. تقولي ايه النهارده؟ استاذ مفيد فوزي ده استاذي وصديقي وحبيب قلبي، الف رحمه ونور عليه والله العظيم. ده بصي لن يتكرر حاجه، حد كده، شخص مكوناته كلها على بعضها لن تتكرر حقيقي، كصحفي وكإعلامي وكرئيس تحرير كان روزال يوسف وكمحقق تلفزيوني، مدرسة لوحده، مدرسة. اللي كان دايما بيقولها لك يا أستاذة سوي؟ والله هو كان بيكتب عني دايما كتابات حلوة قوي، يعني كان ما شاء انا الحمد لله تشرفت، يعني انه كان دايما يكتب عني كل ما اعمل سابقة او اعمل حوار حلو او كده يكتب عني كلمة حلوة قوي في روزال يوسف. يعني يمكن كنت بتحسد على الحكاية دي، كان مبنى مسفيره يا استاذ مفيد كاتب عنك كذا كذا. سهير شلبي تجيد الانصات لضيوفها، تجيد اختيار ضيوفها، تجيد محاورة ضيوفها، فيا سلام يا حبيبي، كانت شهادات. يعني برنامج اكتر الاكثر بالنسبة لك قريب لقلبك من برامج استاذ مفيد؟ لا طبعا حديث المدينة، لا 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 ده تعلمنا منه. أنا شخصيا كنت مذيعة، مذيعة ليا كذا سنة، ومع ذلك كنت بتعلم، بقعد أتعلم منه. أستاذ مفيد لحد آخر يوم في عمره كان ليه مقال، يعني قبل ما يتوفى نزل له مقال، كان بينزل مقال كل سبت، هل قريتي آخر مقال ليه؟ إيه أكتر مقال عجبك من مقالات أستاذ مفيد؟ لا أبوسي، كان له مقال وكان له برنامج تلفزيوني، وكنت أقعد أستنى بدل ما هيطلع أستاذ مفيد فوزي لازم أقعد أستنى أشوف، لأنه لازم هيقول حاجة مختلفة. فعلا كان يجيد يعني ان هو يقول لك مقوله مختلفه جدا وفي الصميم. في اعلاميه استاذ سهير شلبي معايا، وكمان استاذ مفيد الله يرحمه، شفتي الاعلاميين دلوقتي ازاي من وجهه نظرك كاعلاميه؟ بلاش. لا في كويسين، في كويسين طبعا، يعني مش هنقول ان لا في كويسين، بس في لا واخدين الحكايه مش واخدينها بجديه. يعني في طبعا كويسين، يعني مش بس ما اعرفش ليه احنا كل ما بنطلع نقدم حاجه او كده بيبقى في انبهار، فين الاعلام ده، فين اللغه دي، فين الاداء ده، فين. يعني يبدو انه ما فيش اهتمام باللغه، ما فيش اهتمام بالحوار، ما فيش اهتمام بالثقافه، بيتقال لهم في الاير بيس على طول، فما فيش اهتمام باعداد الحوار. يعني البعض مش الكل. بيعجب استاذ سهير دلوقتي عسل؟ لا ما اقدرش احدد لك، لكن في طبعا كذا حد. يعني مرسي يا حبيبتي، مرسي يا حبيبتي.